çalıyor, Afrin o çalıyor. Everything is so dry here. وسط ظروف البلد الدايرة رايحة لفين اهي ماشية وسيرة كل الناس قلقانة وحيرة وانا متصان فيها ومطمن لو بتسأل على الجنة ونفسك تعيش فيها اوعى تفكر زي كتير ان الجنة كانت في مكان وانتهت هي فعلا كده الجنة انتهت وغرقت مع الطوفان الا انه في جنة ممكن يعيشها الانسان النهاردة رغم ظروف الحياة الصعبة وانت في وسط اوجاع الحياة اتشجع بالكلمات اللي قالها النبي داود قديما في مزمور 57 وعدد واحد صلى هذه الصلاة للرب وقال له بظل جناحيك أحتمي إلى أن تعبر المصائب لو بصينا حوالينا هنلاقي فعلا الحياة مليانة مصائب مليانة أمور صعبة مليانة أمور مكدرة ومزعجة لكن ماذا يفعل الإنسان مثل هذه الأمور التي ترعب وتخيف يعمل إيه؟ ياريته يعمل زي ما عمل داود فالكتاب المقدس يدعونا أن نحتمي بظل الرب ونحتمي تحت جناحيه المصائب موجودة لكن ممكن يجي وقت ويعبر بي الرب خلال هذه المصائب كلها فقط إني أكون متعلق بيه عشان كده من البداية لما بترجع إلى كلام ربنا تلاقي إنه لما طرد آدم من جنة عدن ما هنش على الرب المحب إنه يطلعه برا الجنة دون أن يصنع له أقمصة من جلد إحنا عارفين كلنا أن آدم كان في حالة العري وهو لا يعلم وهو لا يخجل لكن مجرد أنه كسر وصية الله وأكل من الشجرة للأسف شعر بالعري اللي هو فيه بس قد إيه الرب إلهنا المحب لما طرد آدم كساه بهذه الأقمصة عشان يكون لآدم فرصة للحماية وما زال لغاية النهاردة يحمي وما زال بيوجد الرب الجنة الحقيقية كتير قوي بيفتكروا إن الجنة الحقيقية لما يبقى معايا فلوس كتير الجنة الحقيقية لما سافر من مكان إلى آخر كتير قوي بيفتكروا الجنة الحقيقية إن علاقاتي تبقى أوسع ويتكلوا عليها لكن خلينا أقولك قول الرب يسوع الصادق ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه الفرصة قدامك إنك تكسب نفسك تكسب نفسك رغم مصائب الحياة ورغم كل ما نكتاز فيه داود يقول بظل جناحيك أحتمي إلى أن تعبر المصائب هل يا ترى حصلت على الحماية دي؟ طريق الحماية دي واضح وسهل جدا فالرب يقرع على باب القلب والكتاب المقدس يخبرنا بكلمات الرب يسوع هأنذا واقف على الباب وأقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي إننا بالحقيقة رغم كل المصائب يمكن أن نعيش الحياة في ظل جناحي الرب داود الذي كتب هذه الكلمات هتف أيضا في مزمور آخر ويقول الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت حقا إن المبيت الآمن في هذه الحياة ليس تحت ظل أي شيء موجود في هذه الأرض لكن هو فقط تحت ظل الرب يسوع المسيح وفي حماية دمه الكريم فهل تأتي إلى المسيح رغم كل الماضي رغم كل الخطايا رغم كل الابتعاد لتحتمي في وسيلة التطهير الوحيدة المقدمة من الله لنا كبشر وهي دم المسيح الذي يطهر من كل خطيئة